السلام عليكم يا جماعه. مو احيانا نقرا القران بس ما في تاثير، ما في اثر، ما في نتيجه قاعدين نلامسها. والله يا جماعه جربت تجربه اكتشفت فيها ان اللسان بس يطلع الحروف. جربت تجربتين، واحده منها قعدت اقرا القران بس لمجرد اني اتقدم في عدد الصفحات واحاول انجز اكثر، واني ما اهجر القران، ما تاثرت في اي شيء ابدا. جربت تجربه ثانيه، حاولت اني افهم القران، اتعمق فيه، اتدبر، احاول اعرف ايش القصه، ايش الرساله اللي موجوده في هذا المصحف، ايش السالفه اللي المفروض انا اعرفها. والله انها تغيرت حياتي جذريا، انسان ثاني يا جماعه، والله ما ابالغ. والله يا جماعه فعلا اتمنى ان الرساله هذه توصل للعالم كله، وان الناس كلها تجرب التجربه. لما تفتح القران حاول انك تتاثر، خل هدفك في قراءه القران انك تتاثر، مو هدف انك تتقدم في عدد الصفحات، لا لا، خل هدفك انك تتاثر، انك تفهم معنى الايه. الله ليش انزل هذه الايه؟ مو لي ولك؟ طيب ليش ما نفهمها؟ الله يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. قلوب اقفالها دليل ايش؟ ان القلب هو لب الموضوع. لما تقرا القران بقلبك ينتعش قلبك وتحيا روحك وتعيش حياتك صح، لانك تفهم الحياه لانك قرات القران بقلبك. الله يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. القلب لب الموضوع. الله يقول افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يسيروا في الارض يشوفون الكون، مخلوقات الله، ايات الله اللي في غير المصحف واللي في المصحف، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. دليل ثاني ان القلب هو لب الموضوع. دائما اقرا بقلبك، عيش للتاثير، خل القران ياثر فيك دائما زي كذا. تخيل معي وانت تقرا القران اول ما تفتحه، تخيل انه تنزيل العزيز الرحيم. هذا كلام الله، هذه رساله لك انزلت من الله من السماء، ما في اي تدخل بشري فيها. عيش هذا الشعور واقرأ القرآن بعمق وشوف تأثيره عليك إيش راح يكون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رحمة، والله يا جماعة أنها شفاء ورحمة، شفاء لأمراض القلوب، شفاء لأشياء مرة كثيرة. أحيانا تكون مغموم مهموم تقرأ القرآن ينسيك بعض الأشياء، ويكون رحمة لك، لأن في حكاية الله يعلمها، الله ما أنزل من فراغ، يعرف إن فيه قصة كبيرة وجميلة جدا. خلونا نتأثر فيها، نعمة بين أيدينا لازم نستغل.